جود قاطعة، جود ما تصور لليومين، جود ميتة يا جماعة. كنت ساكة على نفسي، عندي اختبارات وتعبت تعبت يعني مرضت. الله يبعد عنكم الشر يا رب. بس الحين الحمد لله أحسن. أمس رحت المستشفى وكل شيء تمام الحمد لله. الحين طالعة كذا أغير جو شوي من صكة البيت، من وجع الراس وبس. والله أشوف في كثير قاعدين يجون دبي ذي الفترة، بس بقول لكم أي أحد بيجي دبي في فيلم لازم لازم تشوفونه. بالنسبة لي أعطيه 10/10، لا مو 10، يعني 9/10. مرة حلو الفيلم، اسمه سكيب روم، مرة جميل الفيلم، أحداثه أبداً غير متوقعة أبداً. يعني أنا لما شفت التريلر حقه بعدين شفت الفيلم، بداية الفيلم قلت طيب حاطين جابوا كل أحداث الفيلم بالتريلر، يعني شو الفائدة؟ اكتشفت أنه في أشياء حلو، فيلم حلو حلو حلو، نهايته أبداً مو متوقعة أبداً. شيء حمص والله. بس نصيحة يعني اللي بيجي دبي لازم تشوفون هذا الفيلم، اسمه سكيب روم. بس يعني تقريبا هذا الفيلم الحلو. في بعد فيلم ثاني Fighting with my family، مرة جميل، القصة مرة حلوة، يعني تأثر. قعدت أصيح وأنا أشوفه صديق، قعدت أصيح وأنا أشوفه، قصته مرة 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 أثرت فيني، يعني حس كذا لمست شيء عندي. لا إله إلا الله. وفي أفلام اللي بشوفها وأنا أعرفها بقطع علاقتي معها، أفلام ما تنشاف والله، ما تنشاف والله. بحط لكم الحين الأفلام اللي حلوة واللي مو حلوة. للأبد للأبد أموت على الورق عنب حقهم، ما قدرت ألقى زيه والله. ورق عنبين هنا مرة حلوين في دبي، واحد مستحيل أعلمكم عنه، مستحيل، لأن هذاك مرة لذيذ يعني طعمه حق بيت، اللذاذة حقة البيت، هذا اللذاذة حقة المطاعم والله. والله مو طبيعي لذيذ والله.